اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية تغيير اسمك على تطبيقك الخاص بارتشيز أو لعبة البارتشيز على تطبيقك الخاص من خلال اتباع مجموعة من الطرق سوف نقوم بها. يكفي فقط أن تأتي إلى الأعلى هنا، تقوم بالضغط على هذه العلامة، ثم بعدها سوف تظهر معنا نافذة على هذا الشكل هنا كما ترى، ثم بعدها نضغط على هذا القلم هنا كما هنا، وبعدها سوف تقوم بكتابة اسمك الخاص هنا، يعني أي اسم تريد أن تقوم بكتابته في هذه النافذة، ثم تضغط على هذه العلامة ليتم حفظ اسمك الخاص على تطبيقك الخاص أو لعبتك الخاصة بارتشيز. وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو. هنا نتمنى هنا أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو. لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر لايك، ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله.